قلبنا وجعنا جدا من اللي بيحصل في غزة دلوقتي. اللي احنا شايفينه ده امتهان لكل حاجة في الدنيا، لكل قيمة في الدنيا، لكل إنسانية، لكل ضمير، لكل إنسانية، كل أي حاجة في الدنيا. يعني ربنا يسحق إسرائيل واللي بيساندها إن شاء الله. يعني هو يا جماعة، بس أنا طالع معاكم دلوقتي عشان أنا بصراحة اتخضيت بجد من كمية الحاجات اللي شفتها والحاجات اللي اتفاجئت بيها. ان لقيت الشباب منهم ولادي، منهم كل طلاب الجيل تقريبا، الجيل مش عارفين فين اسرائيل. يعني ده مش عارفين القصة، هم مش عارفين فين اسرائيل. يعني بيقولوا لي هي اسرائيل دي فين؟ ولقيت كومنتات كتيرة وناس على الفيس في كل حتة، في كل الجروبات، يا جماعة هي فلسطين، هي اسرائيل فين؟ هو حضرتك يعني ابسط حاجة في الدنيا ان انت تعرف الدنيا دي كانت ماشية ازاي. انا هقول لك القصة، بحاول اختصر فيها ومش هقول فيها يعني ديتيلز كتير او تفاصيل كتيرة تاريخية. انا هكلم الناس العاديين وهكلم الشباب اللي في كل حتة، سواء شباب متعلم، شباب جاهل. وللأسف بقى دلوقتي شبابنا حتى المتعلم بقى للأسف شباب جاهل. لما تلاقي ناس في الجامعة وناس في ثانوي وناس في اعدادي وناس مش عارفين فين اسرائيل. هي مكان اسرائيل هي مكان فلسطين يا جماعة. هو مفيش حاجة اسمها اسرائيل، هو مفيش حاجة اسمها اسرائيل. ده تاريخ وده كاتب نفسه. احنا كده بصوا هرجع بيكم كده بسرعة الكلام دوت. والحرب العالمية الاولى شغالة. جه وزير خارجية بريطانيا، واحد اسمه بيلفور، ده وزير خارجية بريطانيا، وطبعا نتيجة مصالح كتير بينهم وبين الصهاينة والحركة الصهيونية. طلع قال تصريح. طب الحركة الصهيونية ايه الاول دي؟ الحركة الصهيونية دي حركة سياسية، ودي حركة كانت ظهرت في لندن، وكان متزعمها واحد اسمه هيرتزل جميل في اواخر القرن 19 تقريبا، يعني 1897 حاجة زي كده. اتعمل في لندن المؤتمر اليهودي الاول، ان اليهود بيطالبوا بوطن، عايزين وطن. اليهود مشردين في كل انحاء العالم، في كل حاجة في اوروبا، في مشردين في كل حتة، فعايزين وطن. المؤتمر ده اتعمل عشان غرضه اقامة وطن قومي لليهود. ما تحددش فين على فكرة. في 1905 اتعمل المؤتمر اليهودي الثاني واتحدد فيه فلسطين، الكلام في 1905. فدي كانت رغبة. وعلى فكرة هم رافعين اسرائيل من الوقت ده، ما كانتش اسرائيل اسمهم اليهود. انا مش هقول اسرائيل خالص، لان اسرائيل دي ما كانتش موجودة وستيل احنا مش معترفين انها موجودة، هنشوف ازاي دلوقتي. الكلام ده في 1905 المؤتمر ده قال لك احنا عايزين وطن قومي لليهود في فلسطين، اللي هي بالنسبه لهم الاسرائيليات والحاجات بتقول ان دي ارض المعاد، وان هم رافعين شعار العوده لفلسطين، يعني ان ده ارضهم من ايام سيدنا موسى وان هم لازم يرجعوا لها وعقائدهم الدينيه. طبعا الكلام ده كان في العصر الحديث جميل، اللي هو قال لك العوده لفلسطين، يعني هي فلسطين دي بتاعتهم. ده هو المخطط الصهيوني كله. على فكرة المخطط الصهيوني مش بس كده، المخطط الصهيوني في حلم عايشين عشانه لو كلكم مش اخدين بالكم منه، هو من النيل للفرات. يعني هي حلم الصهاينة من النيل للفرات. وعلى فكرة يعني في فرق بين الصهيونية وفي فرق بين اليهودية وفي فرق بين اسرائيل. اليهودية دي ديانة، يعني في مصر كان فيها يهود كتير، يهود مصريين، يهود عرب، دي ديانة. الصهيونية دي حركة سياسية زي ما قلت لكم ظهرت في لندن. إسرائيل دي دولة المعتدية اللي أقامت نفسها وأعلنت نفسها دولة فوق أرض فلسطين، أرض مش بتاعتها. طلع واحد اسمه بيلفور وزير خارجية بريطانيا في 1917 والحرب العالمية الأولى شغالة، وهو كان لهم مصالح بين بريطانيا وبين الصهاينة، وقرر او طلع ببيان على العالم فجأة كده، تصريح يعني ان هو بريطانيا هتبذل كل اللي عندها وكل اللي في ايديها وكل اللي في سنانها وكل اللي في رجلها عشان تنشئ وطن قومي لليهود في فلسطين. وده دخل التاريخ باسمه وعد بيلفور، حتى كان اطلقوا عليه وعد من لا يملك لمن ينصحك. من الذي لا يملك بيلفور؟ اصلا بيلفور مالوش، وكان لسه على فكره ما اتفرضش الانتداب البريطاني على فلسطين، يعني ما كانش لسه له حق في فلسطين، وبيديها لمن لا يستحق اللي هم اليهود. اوكي، فكان اسمه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. في 1920 هو طبعا بعد الحرب العالميه الاولى عصبه الامم كده عملت نظام شكل من اشكال الاستعمار،
انا بحاول اقول لكم الموضوع ببساطه، مش عايزه ادخلكم في تفاصيل تاريخيه كتير. عملت كده شكل من اشكال الاستعمار، اللي هو الدول اللي كانت تبع دول الدول تبع دول المحور اللي هي اتهزمت في الحرب العالميه الاولى، هيتحط تحت اشراف دول كبرى للنهوض بها، اللي هو اسمه نظام الانتداب، وده لا نظام ولا حاجه، ده شكل جديد من اشكال الاستعمار. ما علينا، قرر الحلفاء ان هم يحطوا فلسطين تحت الانتداب البريطاني. تحت الانتداب يعني هي تبقى زي كده الحمايه عندنا، زي الحمايه البريطانيه، هي اللي تبقى صاحبه الكلمه وصاحبه الراي وهي تعمل اللي هي عايزاه. ف 1920 اتعمل مؤتمر سان ريمو في ايطاليا، واتقرر فيه ان وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، مع بدء اجراءات تنفيذ وعد بلفور ان هو وطن قومي لليهود في فلسطين. وفعلا من ساعتها وبدا بريطانيا الانتداب البريطاني على فلسطين، ان هو سمح بهجره اعداد لا نهائيه ولا وغير محدده في الوقت ده لليهود من جميع انحاء العالم الى فلسطين، وسمحوا كمان بانتقال ملكيه الاراضي من العرب فلسطين الى اليهود، ده عن طريق الشراء الله اعلم، ده اللي بيقولوه لنا. ما افتكرش ان حد هيبيع ارضه، وانا ماليش دعوه باللي بيتقال، وناس تقول لك لا دول باعوا ارضهم، احنا ما عندناش سند بالكلام ده، وللاسف في حقائق تاريخيه كتير جدا مزوره ما نقدرش نعول عليها، ان فلسطين باعوا ارضهم. ازاي باعوا ارضهم؟ لو هم باعوا ارضهم عمل ازاي من 1920 من ساعه الانتداب البريطاني لحد 1939 وشغله الانتفاضات والمظاهرات والحروب والدمويه ما بين اليهود وبين العرب. بريطانيا هي اللي دخلت اليهود، هي اللي دخلت رجلها وزرعت مسمار اليهود في فلسطين، وهجره لا نهائيه. وطبعا يعني مش عايزه برضو ادخلكم في تفاصيل كتير، المقاومه شغاله، انت داخل بيتي بتعتدي عليا، فمن حقي ان انا اقاوم، من حقي ان انا احاول اخرجك. لحد كده اسرائيل، او مش اسرائيل، ما فيش حاجه لسه اسمها اسرائيل، لحد كده كانوا اليهود مجرد عصابات ومجرد ناس معتدين على ارض فلسطين، ناس ما لهمش اي حق في اي حاجه. الامور اتطورت، جت بريطانيا في 1947 وعرضت القضيه كلها على عصبه الامم اللي وافقت ان هي تقسم فلسطين الى، او مش فاكره هيئه الامم اللي وافقت انها تقسم فلسطين الى دولتين، دوله يهوديه ودوله عربيه. ده اول سند قانوني كان العالم يديه لليهود، ان هم يعني انت كنت واحد داخل بيتي بتعتدي عليا وانا بحاول اخرجك، القصر بتاعي الكبير اللي انا قاعد فيه انت جاي تعتدي عليا وانا بحاول اخرجك كل السنين دي، لكن انت مشروع تقسيم فلسطين قال لك ان هنقسم فلسطين الى دوله عربيه ودوله يهوديه، العرب يقعدوا في حته واليهود يقعدوا في حته، والقدس دي هتبقى دوليه، يفكوا الاشتباك اللي بينهم. جميل، طبعا العرب صوتوا، ده انت كده بتاخد ارضي وبتاخد ممتلكاتي تديها لهم. اليهود طبعا كانت فرحه عمرهم، وده اول سند قانوني يبقى لهم. على طول جرت عصابات اليهود وطردوا العرب من اراضيهم وارتكبوا ابشع المذابح زي مذبحه دير ياسين اللي احنا كلنا قرينا عنها او عارفينها. في الوقت ده اللي حصل، في الوقت ده اللي حصل ان بالظبط انت قاعد جوه بيتك وحد اعتدى عليك، انت لمده 19 سنه من 20 ل 47 17 سنه عمال تحارب، او 27 سنه عمال تحارب، 47 سنه انا اسفه، عمال تحارب عشان وتتخلص من هذا المعتدي، عشان تطلعه بره بيتك. جاي يعني سند دولي عطلهم، قال لك هياخد نص بيتك، انت النص وهو النص، والريسبشن يعني هنوقف ايه يعني يفضوا الاشتباك بينك وبين الهويه القدس. مش بس كده بقى، كمان عطوهم في بيتك احسن الاوض واحسن الاماكن، وقعدوك انت في اي حته كده في البدروم ولا كده. طبعا ما كانش لازم العرب يسكتوا، فعلا ايام ما كان العرب عرب، ايام ما كان فعلا العرب كلهم ايد واحده، ايام ما كان في قوميه بمعنى الكلمه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل العرب كلهم بريطانيا في الوقت دوت احنا اتفقنا ان لما تتقسمت فلسطين الى دوله عربيه ودوله يهوديه والقدس دوليه، طبعا اسرائيل ارتكبت ابشع المذابح وبدات تاخد الاراضي واجود انواع الاراضي، طبعا العرب رفضوا تماما. بريطانيا اللي هي سبب المصيبه، اللي هي سبب الكارثه، اوكي، بريطانيا امتنعت عن التصويت وقالت لك انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، انا ماشيه، انا خلاص هنهي انتدابي على فلسطين وهاخد جنودي وامشي، انا مش عاجبني الوضع الدمويه، يعني منظر دول بيقتلوا في دول، وده احنا اصحاب الارض، اوكي. بعد ما خربتيها، بعد ما خربتها لندن او بريطانيا، خدت وفعلا خرج اخر عسكري
اخر عسكري بريطاني خرج من ارض فلسطين يوم 14 مايو 48. 15 مايو الصبح تم اعلان قيام دولة اسرائيل، وللاسف اعترفت بيها اكبر دول العالم في الوقت ده. اللي يقول لك بيستغربوا دلوقتي ازاي فلسطينيين بيدافعوا عن حقوقهم ويقول لك ان احنا ارهابيين وان العرب ارهابيين، وانتوا اصلا اللي عملتوا القضيه دي، سواء اللي خلقها او اللي وافق عليها. طبعا اكبر مدعم ما هو امريكا، هي المدعم الاول ورا كل دوت، بعد كملت بعد بريطانيا يعني ما شاء الله. تم اعلان قيام دوله اسرائيل يوم 15 مايو 1948، وكان اول دول في العالم اعترفت بيها. هي اقوى دولتين في الوقت ده اللي هي الكتله الشرقيه رئيستها اللي هي الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا دلوقتي، والولايات المتحده الامريكيه اعترفوا باسرائيل. قبل كده ما كانش في وجود كل ده على ارض فلسطين. ما فيش حاجه اسمها اسرائيل يا جماعه. اللي بيقول لي فين اسرائيل يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها اسرائيل لحد دلوقتي. دي دولة معتدية لحد دلوقتي، انت بتسلب حقنا لحد دلوقتي، انت حاطط رجلك في ارضنا لحد دلوقتي. من حقنا نطلعك، من حقنا نطلعك، ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. اللي حصل بعد كده، اللي حصل ان العرب كلهم ايام ما كان في قومية عربية، كل الجيوش العربية اتلمت وراحت على فلسطين، وراحت على فلسطين تحارب عشان تنقذ الفلسطينيين دول من يعني المرمطه اللي عاملاها فيهم اليهود، والمذابح والبطش والعنف والكلام ده كله. وفي نفس الوقت عشان تساعد ان الفلسطينيين يكونوا احرار ويعملوا حكومه وطنيه على ارضهم. اللي حصل ان احنا الجيوش العربيه كلهم طبعا على راسهم المحرك الاول مصر. دي حقيقه، مصر طول عمرها بتلعب دور قوي جدا جدا بالنسبه للعرب والعروبه، دي حقيقه فعلا. لما راحوا الجيوش العربية على فلسطين اشتبكوا مع اليهود وانتصرنا على كل الجبهات. في البداية فعلا كان النصر فين لينا. طبعا على طول اسرائيل اول ما تلاقي نفسها بتقع، الحقيني يا ماما امريكا، جت امريكا اتدخلت عند مجلس الامن اللي هو طبعا تابع للامم المتحدة، وقالت له ان احنا ناخد هدنة شهر نوقف القتال ما بين العرب وبين اليهود، لان احنا اللي كنا غالبين في الوقت ده يا جماعة. في اول 48 احنا اللي كنا غالبين، العرب كلهم كانوا غالبين على كل المستويات. جت الولايات المتحده الامريكيه واتدخلت واستصدرت قرار، وطلع قرار مجلس الامن ان احنا نعمل وقف القتال ما بين العرب وبين اليهود، وهدنه لمده شهر يمتنع لا العرب ولا اليهود يجيبوا لا اسلحه ولا محاربين لفلسطين. وكالعاده احنا العرب على نيتنا، احنا التزمنا، وكالعاده اليهود الخونه، اليهود الخونه كالعاده نقضوا العهد ده. وخلال الشهر ده كله كانوا بيسلحوا وياخدوا دعم من هنا ودعم من هنا ويسلحوا ويدربوا. ولما تم استئناف القتال مرة أخرى بعد ما خلص الشهر، طبعا انهزمت القوات العربية على كل المستويات وانسحبت القوات العربية مهزومة من فلسطين. وكان النتيجة إن استولت اليهود بعد ما كان لها نص نص فلسطين والنص التاني مع العرب والقدس دولية. النتيجة بعد هزيمة 48 اللي حصل، اللي حصل ان اسرائيل استولت على كل اراضي فلسطين، كل اراضي فلسطين ده تاريخ وثابت. استولت اليهود، استولوا على كل اراضي فلسطين، ما بقناش غير غزة، وده كانت فيها ادارة مصرية، وما كانش فيه غير الضفة الغربية اللي هي بتاعت الاردن، نهر الاردن، القوات الاردنية موجودة فيها، واتبقى القدس. اتقسمت القدس الى نص للعرب ونص لليهود. تخيل الناس اللي قاعده في العالم وتطلع بوستات وتطلع هاشتاجات وتقول لك ان الفلسطينيين دول والعرب دول ارهابيين، والعرب بيضربوا يا عيني الاسرائيليين، والعرب بيضربوا اليهود ضرب على قلبهم مطرح ما هم قاعدين. حضرتك اصلا بعد ما كانت كل اراضي فلسطين دي عربيه وبتاعتنا، وما زالت احنا هنموت ونقول فلسطين عربيه، وربنا يدينا العمر بس نشوفها انها بتتحرر، ربنا يسحقهم جميعا. اللي حصل ان في الاخر بقت كل اراضي فلسطين في ايد اليهود، ما عدا المناطق، ثلاث مناطق اللي قلت لك عليهم، والقدس اتقسمت ما بين العرب وبين اليهود، ما بين العرب وبين اليهود. ادي حضرتك القصه اللي الشباب بيسالوا، شباب الجيل اللي معاهم التكنولوجيا ومعاهم النت ومعاهم الحاجات اللي ما كانتش متاحه لنا واحنا في سنهم المعلومات دي كلها. شباب دلوقتي بيسالك فين اسرائيل؟ مفيش حاجه يا جماعه اسمها اسرائيل، ما تقولش فين اسرائيل، قول فين فلسطين اللي خدتها اسرائيل، اللي احتلتها اسرائيل. القدس عربيه وفلسطين عربيه، واسرائيل دوله محتله قامت فوق الاراضي العربيه
وهتفضل طول عمرها محتله، وهيفضلوا طول عمرهم طول عمرهم زي ما ربنا حكم عليهم مشردين في الارض. وبس الى حين الى حين، والنصر ان شاء الله لغزه، والنصر لفلسطين، والنصر للعرب ان شاء الله. انما فعلا انا اذهلني ان الشباب مش عارفين فين فين اسرائيل. وزي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها اسرائيل. اسرائيل دي لما تكون دوله لها كيانها المستقل الذاتي، مش قامت على ارضنا، مش تم اعلانها على ارضنا غصب غصب واحتلال وظلم وبطش ومذابح وهمجيه وبربريه. احنا الارهابيين، اذا كان هي دي الارهابيه، كلمه واحده بس تطلق على الجزارين دول، تطلق على السفاحين دول اللي ما بقاش قدامهم غير النساء والاطفال. لو دول رجال بجد مفيش حاجة يا جماعة. أنا لسه بقول لكم مفيش حاجة اسمها إسرائيل، ومش هيكون حاجة إن شاء الله، وربنا قادر فعلا. مفيش حاجة اسمها إسرائيل. إسرائيل دي قامت على أنقاض دولة هي محتلاها، أنقاض دولة هي محتلاها. أنت مالكيش وجود أصلا، إسرائيل مالهاش وجود أصلا، لأن طالما مالهاش شرعية، مالهاش شرعية، مهما اللي يقول لك يقول، وافق الأمم اللي وافق يوافق، لكن أنا صاحب الأرض، أنا المحتل، أنا اللي مكاني هنا وبيتي هنا، بتاخده مني وتاخد أرضي وتقتل أولادي، من حقي أقتلك، من حقي إن أنا أخد حقي وأرجع أرضي. مفيش حاجة اسمها إسرائيل. ابقى أسأل يا شاب أنت وهي، وأنتوا يا شباب الجامعة ويا شبابنا، اسألوا قولوا فين فلسطين اللي محتلاها اليهود اللي ادعوا بقيام دولة فوقها. طالما مفيش شرعية، إذا الموضوع مبني على باطل فهو باطل. أعرفوا يا شباب الأول تاريخكم، واعرفوا اصلا ان القدس عربيه وفلسطين عربيه وغزه عربيه، وهما المحتلين وهما الارهابيين، واي حد في العالم بيدعم ما يقال عنها اسرائيل هو اللي ارهابي. خليها الناس اللي الناس يعني معلش اللي زعلانه قوي وتقول لك ان احنا ان العرب بيطلقوا الصواريخ على وغزه بيطلقوا الصواريخ على اسرائيل، وان الاسرائيليين مش يعني مش لاقيين، ما تاخدوهم عندكم يا اخويا، ما تاخدوهم انتوا في ارضكم، ما مرحبا باسرائيل عندك مش عندنا. اسرائيل غير مرحب بيها عند العرب كلهم، وهتفضل دي قضيتنا لحد ما نموت. فلسطين عربيه والقدس عربيه وغزه عربيه، ومفيش حاجه في الوجود اسمها اسرائيل. اعرفوا يا شباب تاريخكم عشان تعرفوا حقوقكم، وعشان تعرف ترجع الارض المغتصبه. سلام عليكم يا جماعه. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.